كل سنة والشعب المصري بخير، كل سنة وإحنا رافعين رأسنا بكل عزة وفخر، كل سنة وإحنا عايشين في سلام وأمن في كافة ربوع وطننا الغالي. كل أكتوبر وكل المصريين طيبين وفخورين بأبطالهم وبانتصاراتهم. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الندوة التثقيفية 38 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذهبي مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة. في الاحتفال ده وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية احترام وتقدير من شعب مصر العظيم لقواته المسلحة الوفية لدورها الوطني المقدر في الحرب والسلم وإخلاصها الدائم واستعدادها لجميع التحديات اللي بتواجه الوطن. كمان وجه الرئيس السيسي خلال كلمته تحية من القلب للشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات اللي كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن. كمان وجه الرئيس السيسي التحية لشهداء مصر الأبرار في حرب أكتوبر اللي ارتوت أرض هذا الوطن العزيز بدمائهم الغالية وسطروا أسماءهم خالدة في دواوين الشرف والبطولة. خلال الندوة كرم الرئيس السيسي عدد من الأبطال اللي شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة تقديرا ليهم على دورهم وبطولاتهم المحفورة في قلب كل مصري. احنا بيسعدنا في التاسعة وبيشرفنا كمان ان احنا يكون معانا عدد من هؤلاء المكرمين من أبطالنا أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر. معانا على الهاتف دلوقتي المقاتل حسني سلامة. كل سنة وانت طيب يا بطل. انت طيب يا استاذ يوسف. المقاتل حسني سلامة تطوع في الجيش وهو عنده 16 سنة، مظبوط؟ مظبوط، يعني 16 ونص كده. 16 ونص. طيب احكي لنا بقى التاريخ، لان تاريخك مليء بالبطولات وبالتحدي وبالإصرار انك تلتحق بسلاح الصاعقة المصري، ذكرياتك عن يوم 6 اكتوبر. عن يوم 6 اكتوبر فقط ولا عن مرحله؟ لان الحرب بالنسبه لي كانت جولات مستمره. تمام، لا هو 6 اكتوبر كان قبلها مراحل تمهيديه، احكي لنا كل ذكرياتك. انا طبعا يعني اكثر حاجه حاربت لمده 3 سنوات في اليمن اساسا، فاكتسبت خبرات كتير وبقيت بجيب استخدام حوالي 7 أنواع من الأسلحة استخدام احترافي يعني، وخبرات حرب وجبال وكلامنا كله بحكم إن أنا كنت شخص صاعقة مميز يعني. وبعدين لما بدأت حرب 67 في الحرب النكدي، أول معركة حصل بعدها هي كانت معركة راس العش. معركة راس العش دي كنت أنا فيها القائد الثاني للفصيلة مكلفة بالمجهود الرئيسي وهو منع العدو من دخول منطقة دور فؤاد. الفصيلة دي كانت 28 واحد، 28 مقاتل، وبيقودها الملازم أول الملازم فتحي علي عبد الله، وأنا كنت قائد ثاني بالنسبة له. وهو أصيب الساعة 2 بالليل أساسا وتم إخلاؤه عبر القناة، وتوليت قيادة الفصيلة من الساعة 2 لحتى الساعة 4:30 الصبح لحد العدو ما انسحب من قدامنا، هو اللي انسحب من قدامنا مش احنا اللي اتنقلنا من مكان. تمام. نتيجه كميه الخسائر الكبيره اللي بوني بيها، فالحرب بالنسبه لي كانت عمل مستمر. طول الحرب في الانزاف عملت جولات كتير وعملت معارك كتير، واهمها برضو من وجهه نظري معركه تلسان مرتفئ سنه 69. ورفعت فيها العلم المصري، استمر مرفوع في داخل الموقع الاسرائيلي بعد الاغاره لمده 3 أيام كامله. نفس الاسرائيليين ما قدروش ينزلوه لانه كان محطوط فوق سهيد معدني، السهيد المعدني الخاص بيهم هم. ايوه. اخر لما لقوا يأسوا وهو بالعلم كل يوم، شعب السويس ما بيلاقيه بيرفرف، كانت ستات السويس تقعد تزغرف اكنها بتحيي العالم بالزهروده. تمام. واخر النهار يحيوا العالم بالزهروده. فاضطرت اليهود او الاسرائيليين يعني انهم يمسفوا السهيد كله، وقعوا يمسفوه من تحت للمفرقعات ويسقطوه عشان ينزلوا العالم المصري اللي استمر لمده 3 أيام فوق فوق يرفرف في قلب الموقع. بعد احنا ما هجمنا عليه اساسا، عملنا عليه اغاره
غير عاديه حسب توقعات الخبراء التكتيكيين الروس اللي كانوا موجودين، كانوا بيقولوا ان نسبه الخسائر فيها لن تقل عن 50%، لانها كانت اول اداره تتم على موقع حصين في خلال النهار وب 140 مقاتل من الكثير، وانا كنت قائد مجموعة قطار الفيلة. طيب بعد 50 سنة في مواقف معينة وأشخاص معينين الواحد ما بيقدرش ينساهم من الذاكرة، تفتكر موقف إيه أو فرد مين كان معاك في خلال المدة دي كلها وتفتكره بعد مرور 50 سنة؟ حي ولا استشهد؟ حي أو استشهد، اللي هو معلم في الذاكرة عندك ومش قادر تنسى الموقف بتاعه. من الأحياء أو اللي ما زالوا أحياء وربنا يمتعهم بالصحة، يا رب. القائد يعني الاستراتيجي العقلية، هو يعني عقلية حربية، يعني حتى أنا كنت أحيانا أقول له أنت بتفكرني بمونتجومري، حضرتك بتفكرني بمونتجومري، سيد اللواء أحمد شوقي الحتمي أبو غيث، كل التحية ليه، ربنا ينعم عليه بالشفاء يا رب. يا رب. ده كان قائد كبيره ومتبنيني يعني في عملي وفي حياتي وفي كل حاجه، ده من الناحيه دي. وافتكر كويس قوي الله يرحمه السيد القائد صالح صدر، كان قائد المجموعه، قائد مجموعه الصاقه، وده طبعا كان يعني يدعمني دايما وكان بيوظف كل قدراتي في جميع المجالات، لان عندي ميول اخرى غير ان انا محارب يعني من طراز خاص، ان انا كان يعني عندي علاقه بالفن التشكيلي، فكنت بقعد ارسم القرارات والحاجات دي كلها، فكنت ببقى قريب من الفهم الرئيسي لاي مهمه بتتعمل، لاني ببقى خلاص رسمتها وعملت لها سقف تضامن وشرحت وعملت هياكل والكلام ده، فببقى عايش احداثها يعني. طيب. فن تشكيلي يعني صور، ده صور بتترسم ونماذج زي الماكيت كده. طيب يعني ما هو انا عايز بقى برؤيه الفنان صوره او مشهد شفته ومحفور في الذاكره لحد النهارده. مشهد استشهاد احد جنودي في معركه خان مرتضي، وهو الشهيد الوحيد اللي استشهد في المعركه دي. الشهيد ده كان مسيحي اسمه سامي زكي مسعد، وكان احد جنود المجموعه الخاصه بيا انا. قبل ما نعبر القناه كنا بنوزع عليهم بطرمانات عسل ابيض صغيره كده. كل اثنين مع بعض البطرمان، فانا كنت مسؤول عن عمليه التوزيع. فقلت له يا سامي خد دي لي انا وانت. وعشان انا مشغول يعني. وخلاص وانتهت المهم الشغلانه دي، بعد شويه لقيته جاي لي بالبطرمان، يعني حوالي نص ساعه كده لقيته راجع لي بالبطرمان فاضي خالص ومغسول، وبيضحك وبيقدموا لي كده بايده ويقول لي معلش انا كانت نفسي مفتوحه. وخلصت البطرمان كله، وقلت له يعني سامحني، قلت له لا مش مسامحك يعني، تحكمت عليه قلت له لا مش مسامحك، لكن انا طبعا انا وقال لي معلش يمكن تكون اخر اكله. فيعني ما ردتش عليه. المهم لما عدينا المره الثانيه اصيب بقذيفه دبابه مباشره في وشه، اخذت نص راسه بالطول. فسقط من وخد من ديني ديني متر. يعني انا حتى حسيت بقيت حاسس بصهب الرصاص الطلقه في شعري، فوقع دم مني، فاصريت ان انا اجيبه معايا وانا راجع. وبعد ما انتهيت المهمه جبته شلته وجبته وحطيته في القارب وهو وسلاحه وذاكرته وكل حاجته، ورجعته للضفه الغربيه للقناه. واثر فيا جدا كمقاتل عنده هذا الحس انه ممكن تكون دي اخر اكله بالنسبه له. وفعلا يعني حتى القائد لما قال لي في معاك شهيد يا حسني، قلت له معايا شهيد واحد
وجبته معايا ما سبتش في الرمل غير الدم. يعني في جنة الخلد إن شاء الله. أنا بشكرك جدا المقاتل حسني سلامة، أحد أبطال نصر أكتوبر، واللي كان له دور كبير في معركة رأس العش، وأحد أبطال الصعقة. كمان معانا من أحد أبطال الصعقة اللواء معتز الشرقاوي، أحد أبطال الصعقة بالمجموعة 73. سيادة اللواء برحب بحضرتك معانا في التاسعة، وكل سنة وحضرتك طيب. أنتوا طيبين يا فندم. يعني طيبين، ومصر كلها طيبين، والجيش المصري كله طيب، والشعب المصري اللي هو الجيش بس مش لابس اوفرول. صحيح سيادة اللواء، بعد 50 سنة بنحاول نستذكر مع بعض المشاهد والمواقف اللي كانت على خط الجبهة. الصاعقة تحديدا بنعتبر نقول إنها كانت أول بداية التحدي والأخذ بالصقر بعد أيام من نكسة 67. ذكريات حضرتك وتكريم، لحظة التكريم امبارح بعد 50 سنة من النصر العظيم. والله الحمد لله، الحمد لله. طبعا الواحد لما بيفتكر يمكن يفتكر الحاجات اللي حصل من وقت طويل اكثر من اللي حصل في وقت قصير، اللي هي الذاكره العاديه. عمليه راس العش، وانا سامع فيها المقاتل حسني سلامه كان موجود، ايوه، في الخط الاولاني، وعشان المكان كان ضيق يعني ما بين القناه وبين سهل الطينه اللي هو شرق القناه على طول، فالمسافه قصيره، فكنا انساق يعني الفصيله الاولى 25 26 واحد، يليها الفصيله بتاعتنا، يليها الفصيله عشان المكان ما بيسعش. ف عمليه راس العش هي العمليه اللي ردت للقوات المسلحه المصريه بعد انسحاب يونيو، وفي شهر يونيو برضه، أيوة، نفس السنه ردت له اعتبار او ردت له الروح المعنويه او الثقه، ان هو اذا كان الناس بتوع الصاقه بسلاح خفيفه عملوا او يعني سببوا هذه الخسائر الفادحه للقوات الاسرائيليه اللي رايحه بزهو وفرح رايحه تحتل مدينه بورفؤاد، ايوه، ان هي يتدمر منها هذا الكم بالطريقه دي، فالقوات المسلحه بتهيألي ان توقفت وقالت لا احنا كويسين، ودي بدايه حرب الاستنزاف فعلا، اللي هي كله وقف وابتدى يتمسك بارضه ويرتب اموره ويبتدي يرد على القوات الاسرائيليه، سواء الصاعقه، سواء القوات المسلحه، الاسلحه المختلفه، سواء البحريه، سواء القوات الجويه، سواء كل دور يعني. ده بالنسبه ل راس العش. هو راس العش احنا يعني بنقف عندها كتير، لان هي زي ما حضرتك قلت يعني اعادت الثقه سواء داخل صفوف الجيش المصري او داخل صفوف الشعب المصري في الداخل. عشان كده والصاعقه كمان كانت بتعتمد على فكره المواجهه، مواجهه العدو على طول، وحضرتك كنت ملقب بالشبح. عايزين تفتكر ايه من المواقف اللي كانت في المعركه دي تحديدا دي الطريق اللي احنا اللي انتوا سلكتوه وكان المفروض في نهايته العدو؟ بالنسبه للقب اللي قفت بيه كشبح ده، ظهر في اعترافات القاده الاسرائيليين في المحاكمات بتاعتهم الاجرانات دهيت، ان هم كانوا بيقولوا ان احنا كان بيطلع لنا فرد كوماندوس من غير ما نحس، يظهر فجأة يعني يخطف حد، يقتل حد، أو يرجع بأسير ويختفي. وفعلا ابتدى فقال لك لا ده بيطلع لنا شبح، لدرجة إن بعض جنودهم في كتاب أرض الميعاد قالوا إن بعض جنودنا فعلا في الحتة الموقعة الفلانية والموقعة الفلانية اللي واحد اشتغل عليها جالهم مرض التبول اللا إرادي. من الخوف. من الخوف بعد كده. الخوف من المجهول. طلع قال لك بيطلع لنا شبح، فطلعت كلمه الشبح ساعتها يعني. اتفضل. الصاعقه في التنفيذ بتعتمد على المفاجاه اللي فيها جراه عاليه جدا جدا، واختيار وقت غير متوقع بالنسبه للعدو الصهيوني. تماما. يعني في ديسمبر توفيق سنه 69 انك تعبر ب 140 واحد
وبالنهار تعدي قناه على نقطه قويه تقتحم، مش بتعبر، تعبر يعني بتعدي على ارض فاضيه، انما بتعدي على نقطه قويه على القناه مباشره يبقى اسمها اقتحام، لان بيبقى فيه مقاومه يعني. انما مع بعض الخداع وان ممكن يعني احنا رحنا 140 ورجعنا 141 بأسير. بأسير على كتفنا، كان حمضاء طقم دبابه ورجع على كتفنا والحمد لله يعني. الحمد لله. وما سبناش حد، ما سبناش حد من اللي اصيبوا في على الموقع او يعني سبناه في اي حد. الشبح اتفضل. الشبح يفتكر موقف صعب مر عليه وخرج منه كتير؟ هو طبعا كتير، هي مواقف قد تكون صغيره انما فيها روحك يعني. بالظبط. يعني احنا لما عدينا القناه اول حاجه مواقف سريعه كده، ان احنا لما جينا نجهز في 69 للغار على النقطه القويه لسان بورتوفيق، الناس انت متخيل 140 واحد ينفخوا قوارب وطالعين من البدرونات الفلل، وبعدين طلع علينا بيبص من فوق العماره الراجل بتاع الامم المتحده. فطبعا لو كان شافنا كان بلغ، كنا كلنا في اعداد يعني الشهداء ان شاء الله. فكان طبعا قلق بالنسبه لنا. في هذا الوقت كان قائد الكتيبه لسه يعني مش كتيبه، انما كان مشارك في التخطيط مع المقدم صالح فضل قائد المجموعه يعني ثلاث كتائب يعني. بس قلت له يعني اضربوا لك طلقه، قال لي لا 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 ما تضربوش طلقه ولا حاجه، احسن العمليه تخرب خالص. انما هو تعامل معاها ان هو يعني بلغ احد ضباط الاتصال كان اسمه علاء الحمولي وهو كان لعيب في نادي الزمالك، قال له شوف حل في الراجل ده، لحسن لو شافنا هيبلغ علينا. وفعلا طلع له خد معاه ازازه ويسكي يعني، وقال له ما تيجي ننزل نشرب تحت كلام من ده، وفعلا نزل معاه واحنا تمكنا ان احنا نكمل المهمه. ده الموقف اللي خارج الصندوق ليا، ان انا بعد ما عدينا القناه وفتحنا الثغرات في حقول الالغام، فعدينا في الثغرات دهيت وطلعت على الساتر الترابي ولقيت دبابه قدامي كان جنبي جندي ار بي جي اسمه كرم الله جوده خليفه، خدت منه الار بي جي وضربت الدبابه دهيت، وفعلا الدبابه انفجرت. فاخدت بعضي ونزلت من على الساتر الترابي ناحيته جوه النقطه قويه. ففوجئت الناس تقول لي خلي بالك يا فندم، خلي بالك في دبابه على شمالك. الدبابه وهي معديه لقيت المدفع بتاعها هو كان الاتجاه الخلف، راح متدور على مسافه مثلا هي على مسافه 8 متر ولا حاجه. بقى المدفع في وشي. المدفع في وشك بينك وبينه متر. موقف طبعا رئيسي. طبعا ركبك بتسيب. انا ايوه انا بقول ايوه انا حسيت ان ركبي مششت وبقيت اتكلم بصوت عالي. قلت له يعني انت عايز تبخرني ما تضربني بالرشاش، انا بكلم روحي بس بصوت عالي. فموقف راح المدفع مرفوع وضرب طلقه على الساتر الترابي على الناس، والحمد لله ما حدش جرى له حاجه. الحمد لله. برضه نفس القصه، من كتر التدريب اللي احنا اتدربنا عليه فكنا بعد ما بنتدرب بنأمن البندقيه في التدريب. واحنا يعني دربنا الخمس دبابات ورحت على في ملجأ في حوالي 35 واحد وفجرناه، يعني حطينا المتفجرات على الباب وفجرت كله. الله أكبر. ودخلنا بعد التفجير، طبعا كان الدخول في الغازات دي صعب، لما احنا عدينا الموجودين في الملجأ اللي قتلوا كلهم 35 واحد. الحكايات سيادة اللواء يعني أفندم، الحكايات يعني حكايات أسطورية بصراحة اللي حضرتك بتحكي عنها، وما يتشبعش منها بصراحة سيادة اللواء معتز الشرقاوي أحد أبطال الصاعقة بالمجموعة 73. إحنا فخورين بكل اللي حضرتك قلته، وبنقول لحضرتك مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب، ودايما نحتفل معاك بنصر أكتوبر المجيد. معانا كمان أحد المكرمين امبارح في النهضة التثقيفية 38 للقوات المسلحة، معانا سيادة اللواء محمود ممدوح شعبان قائد قاعدة صواريخ كتيبة ثلاث أربعات مدفعية. سيادة اللواء أهلا بيك معانا في التاسعة وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وصوتك طيب، وكل سنة وشعب مصر طيب، وكل سنة إن شاء الله منتصرين على كل العوائق عشان نكون أحسن وبكرة أحلى وتحيا مصر في كل مكان.
يا رب دايما. قاعدة الصواريخ أعتقد كان دورها مهم جدا بعد موضوع 67 واللي حصل فيه، إن كان مهم كان يبقى موجود فيه قاعدة صواريخ لحماية المجال الجوي المصري. دلوقتي احنا بنتابع مع حضرتك يمكن تكريم حضرتك من سيادة الرئيس امبارح في الندوة التثقيفية 38، احكي لنا عن لحظة التكريم امبارح وعن ذكرياتك المهمة في تاريخك العسكري. قاعدة الصواريخ عشان يعني في مدة دقيقة واحدة، هي قاعدة صواريخ بعيدة المدى. أول مرة في الحرب الحديثة تستخدم صواريخ بعيدة المدى مئات الكيلومترات من على قاعدة متحركة، يطلقها أول ضباط مصريين في الحرب الحديثة بالكامل. وده كلام دقيق جدا جدا جدا، لأن صعوبة هذا الموضوع أنها قاعدة متحركة. القاعدة عليها الصاروخ اللي وزنه يصل أكثر من 12 طن، والقاعدة كلها أكثر من 40 طن. يطلق الصاروخ من أي مكان، وده يمكن علشان مقولة الرئيس الراحل أنور السادات قالها على ملأ العالم بالكامل: العمق بالعمق. وفعلا العمق بالعمق، في حالة أن العدو يحاول الاعتداء على أي مدينة، أو مثلا يكون أهداف مثلا زي أي سد زي أي شيء، هيتم التعامل بالمثل، هيطلق على المدن بتاعته وهيطلق على أدق الأهداف بتاعته بهذه الصواريخ. صحيح. وفعلا اتفضل يا فندم. وفعلا تم إطلاق ثلاث صواريخ على ما سموه الثغرة، الحاجة الوهمية، وإطلقت هذه الثغرة عشان تدمر أكثر من مراكز قيادة العدو وحشود دباباته والجنود والمشاة. المشهد اللي هو ممدوح ما بينساهوش لحد النهاردة بعد 50 سنة. المشهد عمري ما هنساه، إن إزاي إطلاق هذا الصاروخ اللي هم قالوا لنا عليه هتتدربوا أكتر عشان يتدربوا وتطلقوا عليه تاخدوا 9 أشهر، إحنا الجيش المصري والمدفعية قدرنا في ظرف لا يزيد عن من 60 ل70 يوم تدريب عالي جدا جدا على هذا الصاروخ. يمكن أنا يمكن عشان قاعدة الصواريخ اسمها قاعدة الصواريخ دي بعيدة المدى، قدرنا كلنا كنا بنشتغل فعلا فعلا 24 ساعة. هو ده النوم بتاعنا، هو ده حياتنا، كنا قاعدين وكنا بنتدرب عليها مصر الخبراء الروس فعلا عشان نقدر نقول ان بعد 50 60 يوم. وفعلا الحمد لله قبل ما يطلق حرب اكتوبر في 6 اكتوبر كنا جاهزين في اي وقت لاطلاق هذه الصواريخ. وحصل، والساعه 2 الظهر يوم 6 اكتوبر تمت البدايه. وفعلا هذه البدايه، وقد ايه احنا كضباط مدفعيه كانت فرحتنا، لان انا قعدت يعني انا اتخرجت من الكليه الحربيه يمكن عندي 20 سنه وكم شهر. وكنت موجود في اسماعيليه يعني على خط القناه بالظبط، يمكن ضربت استطلاع كتيبه مدفعيه، ثم انتقلت الى هذه الكتيبه الصواريخ اللي هي تعتبر احدث حاجه في العالم واحدث شيء. مش عاوز اقول لسيادتك ان هذه يعني نقول القصفه الصاروخيه العالم كله بيدرسها، ان الاول مره تستخدم صواريخ بعيده المدى في حرب في على المدى حتى الان. مش عاوز اقول لسيادتك ان كان الجيش المصري وضباط المدفعيه سباقين على كل جيوش العالم في تدريب هذه الصواريخ. جميل. بعد 50 سنة بنتكلم على تكريم، ومصر ما بتنساش أبطالها الشهداء منهم والأحياء، ربنا يطول في عمرهم يدوم الصحة يا رب. لحظة امبارح بقى، لحظة امبارح من أجمل لحظات حياتي. الحمد لله أحفادي الحمد لله. أولادي عرفوا أن مصر الجميلة، مصر الطيبة، عمرها ما بتنسى أبنائها، الشهيد المصاب الحي. أنا مش عاوز أقول لحضرتك، يمكن لما صوروني وأنا طالع ولادي قالوا أنت كنت عمال تتكلم وأنت يعني بتتحرك بخطوات لمقابلة سيادة الرئيس، كنت بقول لهم كله على لساني. تفضل. تفضل يا فندم، معاك سمعك. كله على لساني، يعني بأدعو وأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت فعلا في منتهى الفخر وعندما أتيت قدام السيد رئيس الجمهورية، حقيقة حقيقة عرفت أن الله لا يضيع أبدا حق. بعد 50 سنة قدرنا نتكرم، وقدر الصواريخ البعيدة المدى تتكرم. يمكن أنا بقول مش أنا بس، ده رمز لمدفعية القوات المسلحة وكل أسلحة القوات المسلحة. ويمكن كان سيادتك قبلية سيادة الإمام معتز، وكان في يعني أنا عاوز أقول يا فندم فعلا فعلا لابد
ممكن الندوه اللي اتعملت وسياده اللواء محمود طلحه لما قال لابد يا فندم ان الناس تعرف ان احنا المصري لا يهزم مطلقا، لكن ممكن يبقى فيه صعوبات. ممكن انا عاوز اقول لسيادتك حاجه، الحرب دي يا فندم اخر حاجه كان كل ضباط القوات المسلحه تدور هي بتعمل ايه؟ بتاكل ايه؟ بتشرب ايه؟ بتنام ازاي؟ بتصحى ازاي؟ دي اخر حاجه عندنا. يعني ممكن الضابط يفضل 30 35 يوم ينزل 24 ساعه بنسميها، يعني ينزل ويرجع. يعني اذا كان على الجبهه هي كان احد اسرار نصر اكتوبر هو الروح اللي موجوده عند افراد القوات المسلحه وفي ظهرهم الشعب المصري. ولو حضرتك كنت فخور امبارح، احنا بقول لحضرتك احنا كلنا كشعب مصري ان ابطال اكتوبر الاحياء منهم موجودين بين ايدينا لسه، وربنا يديكوا الصحه وكل سنه وحضرتك طيب وكل ابطالنا ابطال نصر اكتوبر المجيد في احتفالاتنا باليوبيل الذهبي بخير وبصحه، ودايما نحتفل مع حضراتكم. انا بشكرك جدا سياده اللواء ممدوح شعبان قائد قاعده صواريخ كتيبه 3 4 مدفعيه. التكريم مش هيخلص وحكاياتنا مع ابطالنا مش هتخلص. يعني الروح دي لازم تفضل موجوده عندنا كمصريين، سواء الشعب المصري في الجبهه الداخليه او في قواتنا المسلحه على الجبهة. احنا خلصنا الفقرة دي وهنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات التاسعة. في ليل الخامس من أكتوبر بدأت أولى المهام الجسام للقوات الخاصة البحرية. كان في عاملين انابيب ناضلمة على طول الجبهة. قدرت القوات البحرية انها تسد اي فتحة باي قطر. قفل باب المندب وحتى عند مضيق قبل طارق. في 6 ساعات كنا مستوليين على 31 نقطة قوية. شهدت لحظة العبور تكتيكات غير مسبوقة وخططا دفاعية محكمة. كان المخطط المصري شايف انه لازم الاول اتخلص من مراكز القيادة والسيطرة. الضربة الجوية الاولى كانت مكونة من 220 طائرة المدفعية ضربت فعل 5 طائرات. في تكامل غير مسبوق عزفت الأسلحة سيمفونية النصر. كل الأسلحة مشتركة وبتنسق مع بعضها لإنجاح العملية في الآخر. اشتبكنا الشبكات قوية جدا. ملحمة عسكرية ستبقى محط أنظار العالم وموطنا للإبهار. جولدا مائير كانت بتصرخ الحين يا أمريكا، إسرائيل ضاعت، إسرائيل راحت. خدوشة تبنوتا متسريتا سوري كموه كما ستيروف. يظل أجمل ما في ذلك الانتصار هو التأكيد أننا وطن لا ينكسر، أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. أهلا بحضراتكم. امبارح في احتفالاتنا في التاسعة بذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر اتكلمنا عن نقطة التوثيق أو التأريخ ودوره في وصول التاريخ الحقيقي لأجيالنا والأجيال اللي جاية، وكمان حمايته من التزوير. الشركة المتحدة اشتغلت على الموضوع ده من فترة، وفي مطلع هذا العام انطلقت قناة مصر الوثائقية، لأن الأفلام الوثائقية هي السلاح الأقوى دلوقتي في إيد الإعلام لحماية التاريخ من التزييف وصيانة الرواية التاريخية للأحداث. التجربة أثبتت ده على مدار السنين اللي فاتت. شفنا وثائقيات كتير من منابر إعلامية كان هدفها إنها بتقدم رواية تعبر عن أجندتها تجاه حرب أكتوبر. بقول ده ليه؟ علشان السنة دي تحديداً وبمناسبة مرور 50 سنة على نصر أكتوبر، شفنا وهنشوف عدد من الأفلام الوثائقية المصرية اللي أنتجتها الشركة المتحدة وقناة الوثائقية تحديداً لتأريخ وتوثيق نصر أكتوبر وتقديم الحقيقة للأجيال اللي جاية، علشان يعرفوا قيمة النصر ده ويوثقوه وينقلوه لأولادهم ويبقى عندنا مادة متاحة موثوق فيها. القناة الوثائقية هتقدم السنة دي أفلام هامة جدا زي فيلم لحظة العبور واللي هيعرض بكرة إن شاء الله. وبالمناسبة دي القناة الوثائقية أعلنت عن عرض 7 سلاسل وثائقية مختلفة عن حرب أكتوبر المجيد. أولها السلسلة الوثائقية 1973 واللي بدأ عرضها أعتقد من يوم 15 سبتمبر، بالإضافة طبعا لمجموعة من السلاسل الوثائقية اللي هتتكلم عن
تفاصيل الحرب والنصر اللي بنحتفل بمرور 50 سنة على وجوده، تفاصيل مجموعة الأفلام وما تم من خلال إدارة قناة الوثائقية مصر الوثائقية لتأريخ وتوثيق نصر أكتوبر. معانا على الهاتف الأستاذ شريف سعيد المخرج ورئيس القناة الوثائقية. أستاذ شريف برحب بحضرتك معنا في التاسعة، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك والسادة المشاهدين بخير وسعادة يا رب. وحضرتك بألف خير يا فندم. مهم جدا مسألة التوثيق لضمان وعي الجيل ده والأجيال اللي جاية اللي ما شافتش نصر أكتوبر واللي بتسمع عنه من خلال أعمال وثائقية بتنتجها ممكن أماكن لها أجندتها تحديدا. عايزين نعرف ايه اللي دار في الكواليس الفترة اللي فاتت لإنتاج عدد من الأفلام الوثائقية اللي بتتكلم عن نصر أكتوبر. الحقيقة هو التحدي اللي كان قائم بالضبط من يوم 7 أكتوبر 2022. من سنة زي دلوقتي. تمام. كان اليوبيل الذهبي 50 سنة، ده تحدي كبير. احنا كنا مهمومين بالمناسبة دي من قبل حتى ما نبقى قناة. من ايام ما كنا وحدة للأفلام الوثائقية، لما اصبحنا قطاع للإنتاج الوثائقي وقناة وقناة الوثائقية، التحدي هنا بقى اكبر. اكيد. لان في ظل الصراع على العقول هنا تيجي أهمية التوثيق وتحصين فكر الأجيال، الكل الأجيال اللي ما حضرتش آخر جولة عسكرية في الصراع العربي الإسرائيلي، الصراع المصري الإسرائيلي على وجه التحديد. مهم إن كنا يسمعوا المروية المصرية عن مدار في تلك الأيام المديدة. من هنا كان التفكير إن إحنا لازم نشتغل على خطين. الخط الأول هو خط الأفلام الوثائقية بشكلها الكلاسيكي، زي عندنا مجموعة أفلام. إحنا ابتدينا الاحتفاء باليوبيل الذهبي على شاشة الوثائقية، وكل منتجاتها اللي بتبث على عبر كل نوافذ شركة المتحدة، كل قنواتها، وبرضو التلفزيون المصري. عندنا مجموعة أفلام زي لحظة العبور اللي بيوثق مدار في هذا اليوم المجيد بدءا من الساعة 2 الظهر وتحديدا من عشية 6 أكتوبر من يوم 5 بعد الظهر. ده بالنسبة للحظة العبور. في كمان صمود السويس، ودي الملحمة العسكرية المدنية الشهيرة اللي دارت على أرض الغريب. عندنا كمان أغنية النصر، وده فيلم نوعي بيتناول الدور اللي قامت بيه الأغنية المصرية بدءا من أيام نكسة يونيو حزيران لغاية نصر 73. كمان عندنا شغل عن ثغرة الدفرسوار، وعندنا شغل عن لجنة أجرانات. تلك اللجنة التي شكلت في إسرائيل للمحاسبة على هزيمتهم في 73. عندنا مجموعة أفلام كتير شغالين عليها. إحنا احتفلنا باليوبيل مش مقتصر على هذه الأيام القليلة فقط خلال شهر أكتوبر. السنة دي كلها يوبيل. ده بالنسبة للأفلام في شكلها كلاسيكي. عندنا تاني مجموعة سلاسل زي ما حضرتك أشرت، مثلا حدث في 1973، وده اللي ابتدينا حلقاته من يوم 15 سبتمبر. تابعناها فعلا كل يوم. حدث كل يوم. بالضبط، لرصد كل الواقع الاجتماعي والسياسي والفني والاقتصادي لمصر من 50 سنة. عندنا السلسلة اللي أنا بحبها بشكل شخصي جدا، اللي هي سلسلة أنا حاربت إسرائيل. أيوة. السلسلة دي اللي بتوثق شهادات شهود، يعني شهادات شهود العيان، الناس اللي كانوا على الجبهة. وانا تحديدا اسمح لي احييك على اسم العمل انا حاربت اسرائيل، بصراحه يعني خارج الصندوق تماما. يعني دايما يجب الا تكون افة حارتنا النسيان.
عندنا كمان السلسلة اللي بدأ بسها النهاردة سلسلة من رسائل الجبهة، ودي مصادر التاريخ غير الرسمي. دي سلسلة بتتناول الخطابات بين الجنود وأسرهم. الله، دي سلسلة بديعة جدا وسلسلة شجنة جدا، لأن هي يعني مليئة بالمشاعر والانفعالات اللي بتوثق، مهمة قوي. عندنا ابتداء من بكرة السلسلة يوميات النصر، عندنا ابتداء من النهاردة برضو بدأت سلسلة قادة أكتوبر، لأن الأجيال الجديدة يمكن ما تعرفش كتير عن قادة حرب أكتوبر. لو سألت أي واحد، يعني الأغلب الأعم، مين قادة حرب أكتوبر، هيقول لك الرئيس الأسبق محمد الرؤوس بس. الرؤوس، إنما غرفة العمليات ومقر وزارة الدفاع المصرية كانت وزارة الحربية ساعتها مليئة بالقضاء العظام اللي مش كتير مننا يعرفوا كتير عنه. ده حقيقي. هل اتفضل يعني دل أنا بحاول، عندنا سلاسل كتير وشغل كتير قوي عن أكتوبر. لا، احنا مهم نسمع كل ده. طب مع المعنوية الجبهة، دي سلسلة احنا رممناها تقنيا في أفلام كانت معمولة عن أكتوبر وعن الاستنزاف وعن 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 في أرشيف وزارة الدفاع والشؤون المعنوية. احنا أخذنا بالتعاون مع الشؤون المعنوية وتم الترميم التقني للأفلام دي. حقيقة بقعد قدام الأفلام دي أنا بقعد متسمر أكيد من المشاهد ومن المشاعر ومن اللحظات المجيدة دي في تاريخنا، اللحظات اللي كتير مطلوبين للمنصات بدون ذكر أسميها والكلام الفارغ اللي بيروجوا سواء أعدائنا الخارجيين أو بعض الأعداء اللي موجودين داخلنا من أهل الشر. مظبوط. من خلال التشكيك في كل حاجة، التشكيك في كل مروية وطنية، وده من هنا علشان كده احنا بنبص للقناة الوثائقية المصرية باعتبارها حائط الصد أمام كل المحاولات اللي حضرتك أشرت إليها. طبعا احنا بنفضل لله الحمد لله توفيق من عند ربنا كبير. الحمد لله. احنا بالتعاون مع كل الزملاء والرفاق والقنوات في المتحدة وفي التلفزيون المصري، كلنا بنوت في معركة الوعي. ما فيش حد بمفرده أو يعني بيقدر يقوم بالدور لوحده، إنما كل واحد بيقوم بدوره في حتته. اللي بيلعبها في الوثائق بيلعبها، اللي بيلعبها في الدراما بيلعبها، اللي بيلعبها في البرامج بيلعبها، اللي بيلعبها بالأغاني الوطنية بيلعبها، اللي بيلعبها بالرسوم المتحركة للأطفال بيلعبها. هي كل دي معركة صناعة الوعي. المعركة الحقيقية حاليا ما بقتش معركة دبابات وطيارات، بكل تأكيد بقت مرحلة حرب القوى الناعمة. الوثائقية لعبتها ازاي علشان الأجيال؟ حضرتك أكيد عارف إن الشغل الوثائقي ليه شريحة معينة بتحب تشوفه، لكن طيب. لو بنتكلم على نصر أو تاريخ زي تاريخ نصر أكتوبر، احنا محتاجين الأجيال كلها تشوفه. عشان كده احنا المنتج اللي طلع من الوثائقية بهذه المناسبة هو منتج متنوع، لم يقتصر فقط على الأفلام الوثائقية بشكلها الكلاسيكي، ولكن روحنا لأشكال متنوعة كتير مناسبة كمان للسوشيال ميديا والمنصات وللأجيال المختلفة. ده شيء مهم وعظيم. التحدي الرئيسي بحيث انك تقدم المادة الوثائقية في شكل يعني جذاب وفي نفس الوقت يحافظ على القيمة المقدمة من خلال الفيلم. ما هو ما فيش حاجة ينفع توصفها بانها وثائقية الا هي ذات قيمة، لانها قائمة على البحث والتدقيق. بالظبط. لان انا اسف، كثيرون يدعون انهم يصنعون وثائقيا. ده حقيقي. وده واحيانا وكتير بيبقى اي كلام، بمعنى الوثائقي مش فيديو على انيميشن،
يعني مش فيديو على تعليق صوت خالص. لا 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 خالص، ده شغل تاني خالص. انا عارف دي حدوته وصناعه تانيه خالص، صناعه صعبه جدا على فكره ومرهقه جدا يعني، بس هو الكنز في الرحله. ايوه بالظبط. فاحنا دايما بقول انا اسمح لي وانا طبعا يا فندم في كان اللي بعتز بيه دلوقتي التلفزيون المصري، اشكر من خلالكم كل زمايلي في القناه كلهم بلا استثناء، لان لولاهم ما كانش الشغل بشكله الضخم ده طلع بالشكل ده. فانا بشكرهم جدا. واحنا كمان انا بدوري كمشاهد يعني متابع جيد للوثائقية، أنا كمان بشكر حضرتك وبشكر كل فريق القناة الوثائقية على كل المجهود اللي اتعمل من وقت انطلاقتها لحد النهاردة ومن قبل انطلاقتها كمان. واسمح لي في النهاية، احنا يعني المداخلة قيمة وعظيمة، وأتمنى تكون وصلت للجمهور ويتابعوا الفترة دي والفترة اللي جاية اللي هو عامل احتفال من خلال قناة مصر الوثائقية. الأستاذ شريف سعيد رئيس قناة مصر الوثائقية، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا وكل سنة حضرتك طيب. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حكاياتنا عن نصر أكتوبر وما يدور في الشارع المصري. النهاردة الحمد لله في مصر بيبني مدن جديدة وبيبني حاجات كتيرة موجودة، بس المدن الجديدة لقينا فيها وحتى اللي احنا بنعملها بنعمل فيو حلو، بنعمل منظر حلو، بس ما فيش حاجة بتعملها. يمكن لما زمان كنا بنلعب كرة في الشارع ولا بننزل النادي ولا بنعمل ده، بنشوف اصحابنا وبنعمل بيهم. بقى الجديد والتكنولوجي واننا بقينا عايشين كلنا في كل واحد في البابل بتاعته، ما بيعملش اكتيفيتي ولا بيصاحب الناس ولا بيقدر يكون موجود. فكل اللي بنحاول نعمله ازاي ببساطة جدا نعمل أنشطة موجودة في المكان، إنه ما يكونش مكان بس تتفرج عليه بس مكان تعيش فيه. بنعمل إن أنت مش بتتفرج من الشباك على شجر وجنينة، بتتنزل وتلعب جوه الجنينة دي، وكل حاجة متصممة إن الجنينة دي زي تتصمم إنها تتخليك تنزل تلعب وتنزل تجتمع مع أصحابك وتقدر تطلع بره الموبايل، ويبقى الموبايل بيساعدك إنه بيقولك فين إمتى الالعاب والانشطه هتكون موجوده. الاستثمار بتاع المشروع بالكامل هيكون في حدود 140 مليار، ده بحجم المشروع لمده 10 سنين، ده حجم الاستثمارات اللي هتكون موجوده فيه. الانواع دايما في اي مدينه بيبقى فيها انواع، من اول فيلل لاي فيلا لتاون هاوس لشقق لكل الانواع اللي موجوده، شقه ثلاث اوض وشقه اوض، يعني دايما بيبقى فيه الانواع المختلفه، لان احنا بنخاطب مدينه، فالمدينه دي بتخاطب نوعيات مختلفه من الناس، نوعيات احتياجات مختلفه، فلازم نغطي لهم جميع احتياجاتهم. المستقبل ك 11000 فدان فيها خدمات كتيرة من مستشفيات ومدارس وكل الخدمات المركزية الكبيرة، لأن 11000 فدان ده رقم كبير جدا. احنا كمان جواه بنشتغل معاه على 630 فدان، ايه المناسب معانا واللي نقدر نستفاد منه من جوه المستقبل، فاللي بيسكن فيها بيقدر يستمتع بخدمات المدينة الكبيرة وخدمات المدينة الأصغر وخدمات كمان الكومباوند الأصغر اللي متقسم كل واحد على حدة. اهلا بحضراتكم. يعني في خبر عاجل احنا هندخل فيه مباشره بدون تقديم ليه، لان هو بيتكلم عن نفسه. النهارده اعلنت مجموعه من الاحزاب المصريه والقوى السياسيه رفضها التام للبيان الصادر من البرلمان الاوروبي بشان الانتخابات الرئاسيه المصريه. ووصف عدد من الاحزاب والقوى السياسيه البيان الصادر من البرلمان الاوروبي بانه بيمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، خاصة أن الدولة المصرية ترفض أي إملاءات من جانب الغرب في شؤونها. ممثلو الأحزاب المصرية وفي مقدمتها مستقبل وطن وحزب إرادة جيل وحزب الإصلاح والنهضة والاتحاد وحزب المصريين والجيل ومصر أكتوبر، انتقدوا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بوصفه تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري ولا يخلو من الأكاذيب والتضليل المتعمد للرأي العام المحلي والدولي. قال برلمانيون وقيادات سياسية إن بيان البرلمان الأوروبي تضمن أكاذيب حول الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء إعلانها الجدول الزمني للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات. كمان حددت الهيئة الوطنية
للانتخابات عدد من مقار الشهر العقاري في المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفقا لنظام دقيق تم الإعداد له ضمانا للشفافية. وأضاف عدد من ممثلي القوى السياسية، ويمكن البيان صادر قدام حضراتكم على الشاشة، أضاف البيان أن البيان من الاتحاد الأوروبي بيمثل إساءة للدولة المصرية ويتطلب اعتذارا والتوقف تماما عن أي تدخلات خارجية مخالفة للقانون الدولي. إيه القصة وإيه الحكاية؟ هنعرفها من ضيفنا على التليفون الأستاذ عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل الوطن وعضو مجلس الشيوخ. أستاذ عصام، مرحب بحضرتك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا بك يا أستاذ يوسف، وأهلا بمشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. طبعا هو ليس مستغرب عن الغرب فيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري، على عكس تماما السياسة المصرية اللي بتتبعها في علاقتها مع كل الدول. شفت بيان الأحزاب المصرية إزاي ردا على هذا البيان الأوروبي؟ خلينا بس نقول يا أستاذ يوسف إن هذا المشهد هو غير زي ما حضرتك أشرت كده، هو مقرر دائما أبدا في الأحداث الهامة وفي الأوقات الهامة التي تمر بها الدولة المصرية بنلاقي مثل هذه البيانات التي تصدر. القصد بها تشويه المشهد للجميع يشهد به، من يريد أن يشاهد الحقيقة فعليه الحضور إلى مصر ويشاهد بعينه. إذا كان البعض يتحدث عن من لا يستطيع عمل تأييدات أو تأييدات الشهر العقاري، عليها أن يحضر بشخصه ويشاهد مكاتب الشهر العقاري وتزاحم المواطنين عليها بكل يسر، وهو نفسه حتى اللي تطرق إليه البعض وبيشير إن في نوع من بعض الخوارق الانتخابية، إن فيها نوع من أنواع المنع. السيد المزمع، ان انا لغايه الان انا برضو يعني انا بتحفظ على ان البعض بيقول انه مرشح، ده حتى هذه اللحظه احنا مش عارفين هو يعني في حاله اصابتنا بالعجز لابد ان نرمي عجزنا على الاخرين. ده انت بتلف مكاتب الشهر العقاري وبتدخل الى مقرات الشهر العقاري، بل وصل في بعض الاحيان لمناصرين هذا الشخص انهم تعدوا على موظفين الشهر العقاري، وكل ذلك والهيئه الوطنيه للانتخابات في تماسك منها وضبط للنفس من الان لاخر بتحاول تخرج الضوابط المنظمه، لكي لان احنا الشعب المصري كله ولا اقول الاداره المصريه او النظام السياسي او القياده السياسيه، الكل حريص على ان المشهد السياسي القادم ان يظهر بمظهر يليق بشعب مصر العظيم اللي الحياه الديمقراطيه فيه والحياه السياسيه فيه. احنا اللي علمنا العالم كله السياسه، واحنا اللي علمنا العالم كله الحياه الديمقراطيه. ومثل هذه البيانات بقى اللي بتطلع على الاخر دي بيان احنا نرفضه ردا باتا، ويمكن زي ما حضرتك قلت لان ده موقف وطني ليس موقف سياسي او موقف حزبي من حزب الاخر. انت لو لاحظت ان هذا الموقف هيكون موقف شعبي وموقف لكل الاحزاب الوطنيه، احنا ليس منطلقين بمنطلق حزبي او منطلق سياسي بعينه في رفض لا حضرتك لو سالت اي مواطن مصري في الشارع هو المنطلق الوطني، كل من هو كل الوطنيين المصريين يرفضوا التدخل السافر، يرفضوا التدخل السافر للمنظمات العالميه. وزي ما قلت لحضرتك ان احنا الحمد لله تعالى الاجراءات اللي بتتم في مصر بمنتهى الشفافيه ومنتهى النزاهه، وهو يعني احنا هي الفكره يعني زي ما حضرتك اشرت استاذ عصام، هو مش موقف حزبي او موقف، لا هو موقف شعبي. احنا دايما الشعب المصري بيرفض تماما التدخل في شانه، لكن هل البرلمان الاوروبي والمؤسسات الغربيه الم تفطن حتى اليوم؟ لان الوضع تغير في مصر، يعني مهما تتحدث هذه المؤسسات الغربية عن ما يحدث داخل مصر، المواطن المصري هو شايف بعينه اللي بيحصل على أرض الواقع. حتى من يتحدث عن الصعوبات في مكاتب الشهر العقاري وهو بنفسه اللي بينزل صور على مواقع التواصل انه عمل توكيل لفلان الفلاني، ويعني الى ان يصبح مرشح. خليني اقول لحضرتك، هي مقدمات المشهد على ما يبدو انها ازعجت البعض. مقدمات المشهد زي ما حضرتك شفت ما لهاش تفسير تاني فعلا. يعني هي المقدمات المشهد بتاعنا
المشهد الواعي من الشعب المصري أزعج البعض. ويمكن زي ما حضرتك شفت بمجرد إعلان السيد الرئيس عن ترشحه خرجت الجماهير مؤيدة له في الميادين، مجرد أن فتح باب التأييدات خرجت الجماهير وتدفقت على مراكز عمل التوكيلات وهي مراكز الشارع العقاري. فبالتالي هذا المشهد أنا يعني إحنا تعودنا عليه من البرلمان الأوروبي، وخلينا نقول إن البرلمان الأوروبي مش محايد بمثل هذه البيانات، إحنا بنرفضه بنقول لأ لا تدخل. يمكن في الوقت اللي يمكن لسه حديث السيد الرئيس من كام يوم، إحنا يمكن في الفترة الأخيرة في خلال 9 سنوات يمكن شهدت السياسة الخارجية المصرية نموذج أرادت مصر أن تعلم به الآخرين، نموذج السياسي اللي الكل متفق كان في البدايات لا ما فيش سياسة بتلعب كده، ما فيش سياسة بتقوم على المبادئ، ولا كل السياسة بتقوم على بعض المحاورات والمناورات. لا السيد الرئيس يمكن حتى كانت في مداخلات بينه وبين السيد سامح شكري في اللقاء الأخير في حكاية وطن، ويمكن عرض السيد الرئيس مبدأ جديد في السياسة الخارجية، السياسة الخارجية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الخارجية وفي نفس الوقت القائمة على المبادئ والأسس، زي ما بنقول احنا ايه بنمارس سياسة بأخلاق في وقت انعدم فيه الأخلاق. يعني هو واضح البرلمان الأوروبي والمؤسسات اللي على هذه الشاكلة يعني واضح ان هي حافظه مش 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 عايزه تغير. لا مش فاهمه يعني لا مش عايز اقول كده، لكن هي حافظه بكل لا لا مع كل احنا كشعبيين. وخلينا اقول لحضرتك ما احنا يعني كل زي ما حضرتك اشرت مع كل تطور ومتقدم وانجاز لازم كده يطلع الازعاج بتاعهم في صوره بيانات واحنا بنرفضها وخلاص. الاستاذ عصام هلال الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا في هذه المداخله. الموضوع الجاي والتصريحات اللي جاية دي في الحقيقة يعني استوقفتني جدا، يعني هي خاصة بالموضوع اللي كنا بنتكلم فيه حالا مع الأستاذ عصام هلال. ليه استوقفتني لدرجة الاستغراب؟ يعني لأن في مواقف كده في اتجاه بعض القضايا السياسية لا تحتمل لا المواربة ولا المواءمة، يعني بالبلدي أو بالمعنى البسيط ملهاش مسكة، يعني الكلام مش ممسوك، أو على حد وصف الحركة المدنية الديمقراطية إنه كلام مايع. الوصف ده كان المقصود به المرشح الرئاسي المحتمل، يعني أنا لحد دلوقتي مش عارف هو مرشح محتمل ولا لسه لم يعني ينل هذا المسمى أحمد طنطاوي. يبدو إن أحمد طنطاوي مش عاوز يوضح موقفه تجاه من شاركوا في ترويع المصريين وتهديد أمنهم وإسالة دمائهم. ده مش كلامي والله، ده كلام الأستاذ خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية اللي هي تيار سياسي معارض واضح للجميع. خالد داود قال النهاردة في تصريحات إعلامية وصحفية منشورة إن موقف أحمد طنطاوي من الإخوان مائع ومرفوض سياسيا، وبيفتح الباب لاتهامه بالسعي لمغازلة جمهور الإخوان ليدعموا حملته ويمنحوه أصواتهم إذا نجح أصلاً في استكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية. أضاف المتحدث باسم الحركة المدنية خالد داود والكلام على لسانه أنه لا تبدو ردود أحمد طنطاوي حول موقفه من الإخوان مرضية لقطاع واسع من المواطنين، لا يرغب القطاع الواسع ده لا يرغب في عودة المهزلة اللي كانت قائمة لعقود قبل 2013 وجعلت من الإخوان دولة داخل الدولة، وده بعيدا عن أي رقابة أو محاسبة، وذلك بزعم أنهم جماعة دعوية دينية بالأساس لها أوجه نشاط متعددة من بينها السياسة. الكلام ده بأكد تاني كلام خالد داود متحدث باسم الحركة المدنية اللي هي تيار سياسي معارض، كلام راجل معارض وبأكد على الجملة دي، لكنه زيه زي بقية كل الناس المصريين اللي عايزة تفهم هو موقف أحمد طنطاوي من الإخوان إيه؟ الراجل لحد دلوقتي ما جاوبش على السؤال ده في أي لقاء عمله. تابعوا لقاءات أحمد طنطاوي وانتوا تلاقوه ما جاوبش على السؤال ده تماماً، زي ما بجاوبش على أسئلة تانية كتير بتتعلق بالبرنامج الانتخابي هو نوع عليه. كل شوية فيديوهات وبيانات وكلام وتصريحات صدر منه ومن حملته، ولما تيجي تسأله عن الإخوان لا حس ولا خبر. الموقف ده خلى الشارع السياسي المهتم بمسألة الانتخابات الرئاسية، وأصبح هي شريحة عريضة جدا من الشعب المصري مهتم بمسألة الانتخابات الرئاسية بعد ما تم الإعلان عنها، الشارع السياسي بيسأل أحمد طنطاوي أسئلة مهمة جدا وبيبحث عن إجابتها.
إن كان شايف في نفسه مرشح رئاسي محتمل. الشارع بيسأل أحمد طنطاو وبشكل مباشر: هل أنت مع عودة جماعة الإخوان الإرهابية للحياة السياسية في مصر؟ هل أحمد طنطاوي بيحترم أحكام القضاء اللي صدرت ضد جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثبوت جرائمهم؟ إيه موقف أحمد طنطاوي من الناس اللي قتلت ولادنا وشهدائنا من المدنيين أو رجال الجيش والشرطة؟ ليه قنوات الإخوان بس هي اللي بتدعم وبتناصر وبتعمل دعاية ليل ونهار لأحمد طنطاوي دوناً عن أي مرشح محتمل تاني؟ أسئلة كتير جداً بيطرحها الشارع السياسي المصري على أحمد طنطاوي ومستني إجابة واضحة ليها. تعالوا هنشوف الإجابات دي، هنحاول نوصل للإجابات مع الدكتور محمد مرعي مدير المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد برحب بحضرتك معنا في التاسعة يا فندم. مساء الخير استاذ يوسف. مساء النور يا فندم، الله يخليك. تابعت معنا بيان الأستاذ خالد داوود المتحدث باسم الحركة المدنية. اللي ذكره الأستاذ خالد داوود ده كان جزء من مقال صحفي نشره على أحد المواقع الإخبارية. موقف خالد داوود اللي صرح به الخاص به المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، وأنا عايز بس أقول لحضرتك إن هو بخصوص اللي هو استفسار حضرتك في البداية عن هو ما زال مرشح محتمل، يعني لم يتحول من مرشح محتمل إلى مرشح حقيقي يعني. وامامه وقت الى 14 اكتوبر القادم ان يعني يشوف ان هو يجمع 25,000 توكيل شعبي ليكون يعني ايه عشان يعبر عتبه الانتخابات يتحول الى مرشح حقيقي. موقف خالد داوود هو موقف ليس معبرا فقط عن خالد، كمان هو قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ليس معبرا عن خالد، لا يعبر عن موقفه فقط، هو يعبر عن اتجاه واسع داخل الحركه المدنيه الديمقراطيه. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحتى المرشح الرئاسي فريد زهران اعلن ايضا موقفه من تنظيم الاخوان الارهابي. الفارق هو فقط في تصريح خالد داوود، ان خالد داوود اختص بالتحديد ان هو احمد طنطاوي. وهنا انا مش عايز اطرح تساؤل ما هو موقف احمد طنطاوي من تنظيم الاخوان، لان عندي كثير من الشواهد والوقائع تقول ان هو متماهي مع المصالحه مع تنظيم الاخوان الارهابي. تنظيم الاخوان الارهابي مدرج على قائمه الارهاب المصريه منذ سبتمبر 2013. تنظيم الاخوان الارهابي مارس العنف والارهاب ضد المصريين بتفجيرات واغتيالات حتى بان هو بالتآمر حتى مع جهات اجنبيه جهات اجنبيه للاضرار بمصالح الدوله المصريه ومصالح الشعب المصري. بخصوص الوقائع اللي بتكلم فيها احمد طنطاوي، كان في اجتماع من حوالي اكثر من شهر ونص كان داخل الحركه المدنيه، وساعتها احمد طنطاوي اتسال عن موقفهم الاخوان، فخرج اول تصريح من ده. طبعا وقتها الاجتماع الحركه المدنيه ما كانش مذاع، فحزب العدل اللي بيرأسه ان هو الاستاذ عبد المنعم امام، وكمان حزب الشيوع المصري وبعض الشخصيات الاخرى حضرت هذا الاجتماع، احتدت عليه على موقفه من هذا، لان هو المفترض هو بيسالوه: هل انت موقفك ايه من الاخوان؟ طب قول انا هتعامل ايه وفقا للدستور والقانون؟ انت شايف الاخوان تنظيم ارهابي ام لا؟ لا اتهرب من هذا السؤال. ما هو ده اللي بالظبط جه بعد كده ان هو شفنا كثير من القنوات الاعلام المعادي الموجوده في الخارج بدات تدعم احمد طنطاوي وترشح احمد طنطاوي. اللجان جميع اللجان الالكترونيه التابعه للتنظيم الدولي الاخوان تدعم بقوه احمد طنطاوي، هناك حسابات محسوبه يعني ناس يعني غير كمان اللجان الالكترونيه، في شخصيات مدرجه على قائمه الارهاب المصريه بتدعم احمد طنطاوي. حتى جينا الى اللقاء الذي قام به القيادي الاخواني في الخارج ان هو يمين حلم الجزار، وتماما حتى كمان ان هو شايفين ان هو مرشح، ان هو لن اقول ان هو يعني ما قالش بالظبط ان هو احمد طنطاوي مرشحنا، بس قال ان هو مرشح كويس، يعني في معناه برضه ان هو ده كان رد على الموقف المبدئي اللي اتخذه احمد طنطاوي. جينا بعد كده ان هو حوار احمد الطنطاوي مع احد المنصات الاخباريه، واتسال سؤال صريح برضه تهرب منه. هو ده التهرب. المقصد هنا ايه؟ احمد طنطاوي يعني
احنا هنا احنا امام مصريين عموما. يعني لو احنا بنتكلم في مصر حوالينا ان هو احنا محتاجين سياسه في الفتح، سياسه في التحول الوطني شاركت فيه كل الجماعه الوطنيه من كافه الطيارات، الطيارات الليبراليه واليساريه والطيارات حتى المصريه والقوميه، جميع هذه الطيارات كلهم اتفقوا على يعني لا حوار مع كل من تلوثت ايديهم بل يعني من يعني من تورطوا في اي عنف او ارهاب ضد المصريين. فهنا كنا نقصد حتى هنا تنظيم الاخوان الارهابي. الغريب كمان في بدايه الحوار الوطني احمد طنطاوي رفض المشاركه في الحوار الوطني وخرج حتى على قرار الحركه المدنيه الديمقراطيه. يعني الشيء برضو يعني المكمل ده كمان احمد طنطاوي كان رئيسا لحزب الكرامه. فموقف احمد طنطاوي ناقض حتى يعني قرار الغالبيه اللي كانت موجوده في حزب الكرامه. ان هم كانوا راوا وقتها ان احمد يعني انت واخد موقف راديكالي ورافض الكلام ده. فاستقال حتى من حزب الكرامه. المشهد قدامي دلوقتي ان لدينا مرشح محتمل لرئاسه الجمهوريه ليس لديه اي مانع من عوده تنظيم الاخوان للمشهد السياسي والاجتماعي في مصر، وهذا خطر. نحن هنا نتحدث عن سياسه، نتحدث عن امن، يعني الامن الاجتماعي، نتحدث عن تنظيم مدرج على قائمه التنظيمات الارهابيه. حاله التباهي او حاله ان هو الميوعه في مواطن الاخوان الذي ذكرها الاستاذ خالد داوود، جميع معظم اقدر اقول ان هو الغالبيه داخل الحركه المدنيه لديها نفس الموقف. لكن يعني الفارق هنا فقط ان خالد داوود يعني اظهر هذا الموقف مباشره وهو لاحمد طنطاوي. وربما تحدث على يعني بما يدور داخل شريحه عريضه او الشريحه العظمى من الشعب المصري. حضرتك بتقول ان هو السياسه في المواقف اللي زي دي يا دكتور محمد بتحتاج الصراحه والوضوح. المفترض يعني هو يعني هناك اسئله تحدث وملفات تحدث او لا تحدث حتى يعني لازم اعرف انت موقفك ايه من حاجات كتيره جدا موجوده. المفترض انت شايف ان هو لديك مؤهلات لتكون يعني ان هو لتكون رئيس لدوله بحجم مصر. اوكي مظبوط. عليك ان تحدد موقفك من تنظيم الاخوان الارهابي، موقفك من كيف تتعامل فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه المصريه في دوائر الامن القومي المصري، كيف تتعامل مثلا مع اتفاقيه السلام بين مصر واسرائيل، كيف تتعامل مع اللي هو حلفاء مصر في الخليج، كيف تتعامل مع الصين، روسيا، امريكا، كل هذه الامور يجب ان تكون واضحه في برنامج انتخابي، كيف تتعامل مع الملف الاقتصادي. ليس هناك اي ملامح نهائي لاحمد طنطاوي، للاسف يعني ما فيش ملامح ان في برنامج انتخابي. ما هو ده اللي انا كل ما هو موجود مجموعه من الشعارات، هو يصرخ ويهاجم الجميع، يتبنى خطاب يعني ايه ليس لها اي علاقه بالسياسه عموما. طيب. هو خطاب تحريضي، يعني هو خطاب تحريضي. الرجل يخرج ويقول انه اذا تم منعي من ان هو استكمال توكيلات شعبان الترشح سيحدث مثلا كذا. هذا تهديد بالفوضى. بالظبط. انت مرشح رئاسي محتمل، اذا كان لديك القدرات التنظيميه ولديك يعني انا اقول لك ان احمد الطنطاوي ليس لديه اي قواعد سياسيه تنظيميه في المحافظات المختلفه المصريه. ثم ان حزب الكرامه والاستاذ حمدين صباحي، نعم هو ده اللي انا كنت جايز دعم حمدين صباحي لاحمد طنطاوي، شايفه ازاي؟ دعم حمدين صباحي لاحمد طنطاوي انا شايفه محير شويه. يعني هو حمدين صباحي لم اجد له موقفا يعني حاسما من وجهه نظره في تنظيم الاخوان الارهابي. لم اجد له موقفا من الميوعه السياسيه التي يتحدث بها احمد طنطاوي فيما يتعلق برغبته او عدم امتناعه عن عوده هذا التنظيم للمشهد السياسي والاجتماعي في مصر. واعتقد ان ذلك مرتبط ان الاستاذ حمدين صباحي يعني لديه يعني ارض يعني ايه نقدر نقولها لديه تاريخ من التعاون والتنسيق مع تنظيم الاخوان ما قبل ثوره يناير 25 ما قبل يناير 2011 وما قبل حتى يعني 30 وما قبل وما قبل ثوره ال 30 يناير.
المشهد الذي أمامنا أن الأستاذ حمدين صباحي يدعم مرشح لديه ليس لديه مانع من عودة الإخوان إلى المشهد السياسي. الأخطر هنا هو ما سأقوله يعني لحضرتك الآن، أن الأستاذ حمدين صباحي يقود جناح داخل الحركة المدنية الديمقراطية ويحاول فرض أحمد الطنطاوي على الجميع. هناك أنا لا أريد أن أذكر أشخاص، ولكن حزب المحافظين، حزب الإصلاح والتنمية، لدينا الآن مثلا أنه هو لدينا فريد زهران، لدينا أنه هو حزب العدل، لدينا أنه هو حتى جميل إسماعيل أنه هو حزب الدستور. أغلب الأطراف وأغلب الشخصيات داخل الحركة المدنية الديمقراطية ترفض المساعي التي يقوم بها الأستاذ حمدين صباح لفرض أحمد الطنطاوي على الحركة المدنية أو كمرشح وحيد. هل نعتبر أن بيان الأستاذ خالد داود هو بيتحدث عن الحركة كلها وتأكيدا على كلام حضرتك؟ الأستاذ خالد داود فيما قال هو يعبر عن الغالبية داخل الحركة المدنية الديمقراطية، وهو جناح آخر، هو مناوئ ورافض للتحركات الذي يقوم بها الأستاذ حمدين صباحي داخل الحركة المدنية. وده بيأكد طبعا أن يا دكتور محمد أن التيار سواء التيار المؤيد أو التيار المعارض بيرفض تماما وقولا واحدا عودة تنظيم الإخوان الإرهابي إلى المشهد السياسي في مصر مرة أخرى. وموقف أحمد طنطاوي، أنا ما زلت أتحدث باسم البيان اللي صدر من الأستاذ خالد داود، أن موقف مائع، وحضرتك أكدت أن هو طالما لم تكن هناك إجابة بنعم أو لا، إذن هي نعم أحمد طنطاوي يوافق على عودة تنظيم الإخوان الإرهابي اللي المصريين كلهم لا هينسوا موقفهم من الشعب المصري ولا قتلهم للمدنيين ورجال الشرطة والجيش. أنا بشكرك جدا دكتور محمد مرعي، مدير المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. في ظل الحديث عن الانتخابات والمرشحين الرئاسيين المحتملين، النهاردة انتهى المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي من إجراء الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، وده في إطار تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. أعلن الدكتور فريد زهران عزمه الترشح في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2024 بدعم من الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وعدد من الأحزاب الأخرى وفي مقدمتها حزب العدل. دشن الدكتور فريد زهران حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي يوم 3 أكتوبر، وأكد أنه بيوضح أن بداية التحرر تأتي بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، يعني دي ملامح البرنامج، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة تعكس إرادة الناس. دكتور فريد زهران حصل على تزكيات من أعضاء البرلمان بتدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة، وتجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهي 20 عضو بالبرلمان، وشملت التزكيات نواب الحزب المصري الديمقراطي ونواب حزب العدل وأحزاب أخرى ومستقلين. يمكن ده بيأتي في إطار أن خلاص لجنة الهيئة الوطنية للانتخابات كانت بداية تلقي طلبات الترشح من النهاردة، وأعلنت أن في اليوم الأول لم يكن هناك أي تقدم بطلبات الترشح، ومستمرة في 9 أيام الباقية من الساعة 9 صباحا ل5 مساء ما عدا اليوم الأخير من 9 صباحا ل2 ظهرا في تلقي طلبات الترشيح. كمان خبر تاني خاص بالنقطة دي، استقبلت جميلة إسماعيل المرشحة الرئاسية المحتملة عدد كبير من الشخصيات الحقوقية والفاعلات النسويات التي حضرنا بصفة شخصية لمناقشة جميلة إسماعيل في ملامح برنامجها الانتخابي ومواقفها السياسية بشكل عام والقضايا اللي هتتبناها في خطابها، وخاصة قضايا المرأة في المجال العام والخاص. وخلال اللقاء قامت بعض الناشطات بتسليم التوكيلات الشعبية اللي تم تحريرها لصالح المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل. بنتكلم عن توكيلات أهوت بيحصل عليها كل المرشحين المحتملين. شارك في اللقاء ده المحامية هدى عبد الوهاب وعزة سليمان المحامية بالنقد ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وجواهر
الطاهر وإلهام عيدروس وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية ويارا أمين وأسماء رضوان وشيماء طنطاوي مؤسسة مبادرة ومؤسسة براح آمن ونيرة حشمت ونسمة الخطيب المحامية الحقوقية ومنى عزت الكاتبة الصحفية ووفاء عشري مسؤولة وحدة المرأة بحزب العيش والحرية ومريان سيدهم العضوة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهالة دوما المحامية ومديرة مكتب حرية المحاماة وعزيزة الطويل المحامية عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كل اللي احنا ذكرناهم دول من شاركوا خلال اللقاء اللي تم مع المرشحة الرئاسية المحتملة جميلة إسماعيل للتعرف على ملامح برنامجها الانتخابي. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسعة. هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. أهلا بحضراتكم من جديد وبنواصل احتفالاتنا مع كل المصريين باليوبيل الذهبي لاحتفالات لنصر أكتوبر المجيد ومسألة معركة الوعي واللي أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر مرور 50 سنة على نصر أكتوبر وأهمية الوعي لأجيالنا والأجيال اللي جاية وخصوصا الأجيال اللي نشأة. يعني مهم جدا تعرف تاريخها وتستمد منه طاقة إيجابية وحماس لمعركة أخرى هي معركة البناء والتنمية. إزاي نشكل وجدان أطفالنا ونوعيهم تجاه نصر أكتوبر؟ احنا معانا بيشرفنا في الاستوديو الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير واللي أصدرت عدد خاص عن نصر أكتوبر. الدكتورة شهيرة برحب بحضرتك معانا وكل سنة وانت طيب. أهلا وسهلا وحضرتك طيب وكل المشاهدين طيبين وكل مصر كمان طيب. مسألة الوعي عند أطفالنا، مجلة سمير أصدرت عدد خاص عن نصر أكتوبر، الكوميكس والأطفال دايما يحبوا سرد القصص عن طريق الرسومات والكوميكس والحاجات اللي احنا نعرفها كلها. كلميني عن كواليس أولا العدد الصادر الخاص بنصر أكتوبر خاص بالأطفال إيه؟ والحقيقة عدد اللي أصدرناه الأسبوع ده وهيبقى في السوق يوم الحد الجاي وموجود في السوق برضو من بكرة. لا ده مش أول عدد، ده العدد يمكن رقم لو قلنا من سنة 73 لغاية النهاردة كل سنة بيبقى فيه عدد خاص عن بطولات أكتوبر. يعني مجلة سمير لأنها أعرق مجلة وأقدم مجلة أطفال دلوقتي في مصر وفي الوطن العربي فهي غطت الحدث نفسه، وبعد كده من حوالي 20 سنة احنا بدأنا بقى نعمل أعداد خاصة مرتبطة بالمناسبة. كل سنة بنقدم عدد خاص لأن البطولات لا تنتهي حقيقي والقصص لا تنتهي الحقيقة. يعني وكل مرة أنا ببقى متشوقة أنا وزملائي في مجلة سمير من الرسامين والفنانين والكتاب إن احنا نقول قصص أكتر ونقول تسالي ونقول بوسترز وكل الوسائل اللي ممكن نتخيلها، ورغم ذلك القصص لا تنتهي. كل سنة بتطلع قصص جديدة ونكتشف حاجات جديدة ونبتدي نقرأ وبتدي نحول ده لا إما لقصة مصورة يا إما لتسالي يا إما البوستر جميل يا إما الأشعار جميلة قيلت على مدى 50 سنة. إحنا بنشتغل على مدى 50 سنة لأن إحنا أقدم. لا هي مجلة يعني إحنا خرجت أجيال. فالفرصة حلوة إن إحنا يا إما نجيب حاجات من الحاجات اللي نشرت سابقا أو نعمل حاجات جديدة بقى مع الأطفال أو نشرك الأطفال في عملية إحياء هذه الذكرى الجميلة، هم نفسهم بإيديهم بيعملوا حاجات. بالظبط، لأن كمان طفل النهاردة في 2023 غير طفل من 2010 مثلا أو 2000 أو 2000 أكيد أكيد بقى بيكون فيه بتعملوا حسابكم على حاجة زي كده. أيوه. تغير عقلية الطفل وإزاي بيستوعب أو إزاي يستوعب اللي المجلة بتعمله في ظل إن هو بقى ليه منافس تانية بيشوفها. طبعا يعني احنا ده يعني المفروض ان احنا اولا
يعني نرجع للمتخصصين يعني بالنسبه لعدد زي كده انا بيهمني جدا ان احنا نرجع يعني اللي بيساعدني في هذا الموضوع غير طبعا فناني مجله سمير الكبار في لهم كل التحيه طبعا لهم كل التحيه والتقدير جدا جدا في مؤرخ عسكري بيقوم عظيم جميل وشاب يعني هو بيقوم بكتابة بعض النصوص اللي احنا بنرجع مثلا نعمل كوميكس عن بطولات الجيش لا لازم نرجع للمؤرخ العسكري الأستاذ دكتور مدحت حسن هو اللي بيعمل لنا الشغل ده يعني بشكل غاية في الدقة والجمال وتحويل القصص الكبيرة إلى قصص كوميكس أو قصص المصورة بشكل متقن وجميل وبسيط لأن احنا محتاجين ان احنا النص يكون بسيط ومدعم بالرسوم زائد ان كل فنان من فناني مجله سمير بيقدم بقى حاجه اللي يقدم بوستر بطريقته اللي يقدم قصه كوميكس بطريقته اللي يقدم تسالي بطريقته اللي يقدم تلوين بنقدم ورشه فنيه كل اسبوع وكانت الورشه الاسبوع ده عن الاحتفالات اكتوبر ونصر اكتوبر فبتبقى عدد كده شامل ومتنوع انا بحبه كلنا انا بحبه بستناه حضرتك واحنا صغيرين انا فاكر حصه الرسم كنا بنستنى قوي مناسبة اكتوبر طبعا عشان نرسم بقى بايدينا لان هي مادة خصبة لاظهار الفن الجميل وبتبقى فيه روح تانية مختلفة عن كل المناسبات يمكن عشان احنا حضرنا يعني احنا انا حضرت كنا اطفال وحضرنا ده فتشبعنا بيه لكن الاجيال الجديدة ما تعرفش لازم احنا واجبنا ان احنا اللي نقول لها هذه الرسالة ونقول ونتكلم عن البطولات العظيمة انا هقول لحضرتك كان مرة الأستاذ سمير صبري العظيم يعني استضافني في برنامج وقال لي دكتورة شهيرة أنت إيه رأيك في السوبر ناتشورال هيروز أو الخوارق الأبطال الخوارق اللي زي سوبرمان وباتمان فقلت له رأيي وقلت له رأيي العلمي يعني في هذا الموضوع والله النهاردة أنا لما بنعمل العدد الخاص اللي عن 6 أكتوبر وعن انتصارات 6 أكتوبر أنا شايفة أن أبطالنا خوارق يعني أبطالنا ليهم قصص رائعة وهي قصص على الارض يمكن الابطال الخوارق اللي احنا نعرفهم اللي هم المستوردين من بلاد كلها اخرى كلها خيال كلها يعني. خيال وممكن يحض على العنف وكذا وكذا لا هؤلاء الابطال ابطال خوارق لانه عملوا بطولات لا تصدق مستحيل. الحقيقه مستحيله رائعه جميله لازم اطفالنا يعرفوا الكلام ده يا اما تقرر عليهم في المدرسه يا اما احنا نقدمها لهم بشكل جميل في المجله يا إما الإعلام يقوم بدور يا إما نعمل لهم أفلام كرتون بتجسد هذه البطولات العظيمة دي نقطة كنت عايز أقف عندها مسألة أفلام الكرتون بقى هل إحنا عندنا المادة موجودة وعندنا الفنانين اللي يقدروا يعملوا الفكرة طبعا مهم جدا إن يبقى ليهم بقى أفلام كرتون بتتكلم عن زي ما بيتكلم عندنا يحيى وكنوز على التاريخ الفراعنة لا احنا عندنا كمان عندنا تاريخ يعني مليان بالاساطير الاساطير الجميله وبطولات جميله وبتدي صوره جميله عن مصر عشان يبقى عندهم نقوي من روح الانتماء اللي موجوده عندهم كفايه يعني كفايه 6 اكتوبر بالظبط كفايه يعني 6 اكتوبر ملحمه في تاريخ حديث مش تاريخ قديم لا ده يعني بطولات غير مسبوقه واحنا يمكن تناولنا بعضها وزي ما بقول حقيقة هو معين لا ينضب يعني عمالين كل يوم نكتشف بطل كل يوم نكتشف معركة وفي ناس مجهولة ما كانتش يعني معروفة وعرفت مؤخرا يعني منهم لما بدأت الدولة تهتم بالتكريم وتكريم الأبطال وأنا عايزة أقول من القادة من أكبر قائد لأصغر جندي يعني في حكايات كتيرة يعني البطل الواحد كل سنة لو لما نتكلم معاه أو نعمل معاه مداخلة يطلع قصص كتير أيوة والأبطال ما بتخلص وما شاء الله يعني ربنا يديهم الصحة لسه موجودين على قيد الحياة سواء جنود أو قادة بنسمع حكايات يعني اللي تفرح واللي تضحك واللي تبكي يعني قوي في حاجات غريبة يعني منهم من قريب قوي احنا عملنا عدد عن العلماء في الحرب علماؤنا في الحرب كان العدد كده عن القصة كان كتبها لنا المؤرخ العسكري بزاوية جديدة برضو اللي عملوا ايه العلماء بالصدفة انا اكتشفت ان والد صديقة ليا كان هو مهندس طبعا هو الدكتور محمود سعادة كان ليه دور في انه عمل حاجة مهمة جدا في الحرب وهو كان يعني والد صديقة حتى صديقتي نفسها ما كانتش تعرف هي البطولة اللي عملها لان هو اشتغل على الوقود اللي كان وقود الصواريخ اللي كان موجودة ان هي كانت اكسبايرد او كانت انتهت صلاحيتها أيوة وهو أيوة يعني اشتغل عليها مع فريق من العلماء المصريين العظماء
وكانوا شباب جدا في ذلك الوقت، كانوا لسه سنهم صغير واشتغلوا على ده، وقدرنا ان احنا يكون في وقود للصواريخ. عندنا سلاح المهندسين والاسلحه دي، المهندس باقر طبعا صاحب فكره تحطيم خط بارليف طبعا. وكان عندنا لو فاكرين الفيلم الشهير الطريق الى ايلات، كاتم الصوت في يعني لا كل ده احنا عملناه في مجلة سمير يعني. انا فخوره ان كل الاسماء اللي حضرتك قلتها ودكتور محمود سعاده واللواء باقي وكل كلهم الحقيقه، وصائد الدبابات وصائد الطيارات والشبح، كان معانا النهارده كان معانا الشبح اللي هو معتز الشلاوي كان معانا النهارده على في المداخله. أيوة الصعقه في طبعا ابطال حقيقه استضفتهم يعني. انا يمكن نعمل عنهم بقى في السنوات أيوة القادمه. بتراعوا طبعا جزئيه الدراما في الموضوع عشان الاطفال طبعا. اولا مش مجرد سرد للتاريخ، لا خالص. احنا بيبقى فيه بساطه، وبعدين بنجيب قصه حياته، وبعدين بتكون مدعمه بالرسوم حياته وازاي تطور وازاي التحق بالجيش والبطوله اللي عملها بشكل مدعم بالرسم يعني. مش بتبقى الحوار بسيط، الحوار بسيط كده عشان يبقى سهل بالظبط. الرسم بالنسبه للاطفال بيبقى اكتر طبعا من والحركه، لان الكوميكس او الفن القصه المصوره بيعتمد على الحركه، من كدر لكدر لازم يبقى فيه حركه، مش قصه تحريريه بيبقى فيها رسمه و نص فقط. احنا عندنا كان معانا مداخله، اول مداخله كانت المقاتل حسني سلامه. يعني انا لما بحثت عنه هو تطوع في الجيش من غير ما يقول لاهله، من كتر دي مفارقه برضو. دي مفارقه يعني، زي بيقول حاجه دكتور محمود سعاده ما قالش لاسرته ولا لينا احنا طبعا يعني. وحضرتك بتقولي بنته ما كانتش تعرف، وبنته الا يعني مؤخرا جدا قبل وفاته بحاجه بسيطه جدا. فطبعا دي وغيره من الاف القصص بقى، الاف القصص اللي احنا المفروض واجبنا ننقب ونطلعها ونقدمها لأجيالنا الجديدة عشان يعرفوا قد إيه مصر دي عظيمة. أنتوا باعتباركم في مجلة سمير إن هي المجلة الوحيدة تقريباً اللي هي أكثر انتشاراً أو أكثر شهرة ومعرفة وتربينا عليها، وزميل المخرج بيقول لي أنا اتربيت عليها وأنا صغير. الدور عليكم طبعاً كبير أوي. نوسعه إزاي بقى الفترة اللي جاية؟ لأن إحنا داخلين في معركة بناء وعي علشان لا حد يقدر يشوه تاريخنا، ويبدأ الطفل من صغره يبقى عارف هو تاريخ بلده ايه، واللي احنا بنحققه ده بنحققه على اساس حصل ايه قبل كده. ده واجبنا وده دورنا الحقيقه اللي احنا لازم نعمله. بالنسبه لصحافه الاطفال هي حاجه مهمه جدا، ربما ان احنا الصحافه ما تبقاش طبعا عشان الموضوع الورقي بدا ينحسر شويه. أيوة هو ده بقى، فاحنا عايزين يكون في جنب الورقي حتى هذه اللحظه يعني، احنا يعني مش عايزين نسبق الزمن. جنب الورقي يكون في مثلا صفحه على الفيسبوك، يكون في سايت، يكون في حاجات متحركه، يكون في افلام بتعضد ما ياتي في الكتب او في المجلات. هو ده، واحنا عملنا فعلا صفحه الافلام. انا متاكد ان الفتره اللي جايه هنشوف أكيد الحاجات أكيد. ده من خلال الشركه المتحده من خلال المجلات. حضرتك شايفه انه لازم يكون في نوافذ تانية طبعا، هو في خصوصا اونلاين يعني. اونلاين في وده موجود، مجله سمير ليها صفحه على الفيسبوك وليها يعني مريدين على الصفحه الالكترونيه، ودي حاجه كويسه يعني. يبعتوا لنا الميل مثلا بدل ما كان بيبعت بالبريد الاول وكذا، لا يبعت عن طريق الميل او عن طريق يعني كل ما هو الكتروني يعني. بالظبط اي طريقه تواصل معاك، حتى الرسمه بيبعتها الكترونيا. احنا بنعمل ورشه على الارض يعني، ورشه بيبقى الاطفال بيجتمعوا ويرسموا، دي افضل طريقه طبعا اللي هو التفاعل بالفن. انا هحاول اوصل لحضراتكم عشان انا بنتي الصغيره غاويه رسم، فيعني خليها تيجي السبت الجاي. خلاص السبت الجاي في ورشه كل يوم سبت، كل يوم صباحا في ايام المدرسه ايام المدرسه وايام الاجازه في المقر، في مقر مجله سمير. فين؟ في سيده زينب، في دار الهلال، مؤسسه دار الهلال. دار الهلال طيب. العريقه في سيده زينب طبعا. يبقى هي دعوه لاولياء الامور اللي اتربوا على مجله سمير وعارفين قيمتها. ولادنا برضو محتاجين يبقوا على ارض الواقع بيرسموا بايديهم، مش تبقى كل حاجه برضو اونلاين، لان هتفضل متعه الرسم على الورق تصفح المجلات اللي هي دي برضو هتفضل. مش عارف ده خاص بينا احنا كجيل ولا برضو الاطفال. والله الاطفال لما بيلاقوا فرصه جميله بيقروا هي والله لما بيلاقوا فرصه حلوة. انا بشكر حضرتك جدا، الوقت الفقره للاسف ضيق، لكن احنا ركزنا على نقطه مهمه جدا، الوعي عند الاطفال من خلال الرسومات او من خلال الطريقه اللي هم يفهموا بيها. الدكتوره شهيره خليل رئيس تحرير مجله سمير واللي اصدرت عدد خاص عن نصر اكتوبر، انا بشكر حضرتك جدا، نورتينا. شكرا. وكل سنه وحضرتك طيبه، واطفالنا يا رب يطلعوا كده عارفين تاريخهم صح من خلال كل الوسائل. شكرا جدا، كل سنه وحضرتك طيب، لكل مصر طيبه. وحضرتك طيبه يا فندم.
مهم ان احنا نهتم بالجيل اللي طالع، لان ده بيريحنا بعد كده في المستقبل لما يكون الجيل طالع وواعي وعارف تاريخه كويس جدا، من خلال نشوف هو بيحب تاريخ، بيحب يعرف منين وازاي، ونبقى معاه. فقرتنا دي خلصت، لكن لسه مكملين مع حضراتكم احتفالاتنا باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيدة. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني. التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، واستردينا أرضنا الحمد لله، سيناء الغالية علينا كلنا، البقعة الغالية على كل مصري. وهنا يجب الإشارة إلى دور أهلينا في سيناء في معركة استرداد الأرض الغالية، لكن بعد 50 سنة على النصر هنتكلم عن سيناء بين معركتي العبور والتنمية، وهندخل مباشرة في الموضوع ده مع ضيفي اللي بينورني في الاستوديو الدكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاستثمار. دكتور محمد برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. تحياتي لسيادتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب ومصر طيبة يا رب، وفي تنمية واستقرار وتقدم إن شاء الله. بعد 50 سنة سيناء بين معركتين، العبور والتعمير والتنمية. مبدئيا كده يعني ايه تعمير سيناء؟ تعمير سيناء معناها تهيئة الأرض لاستقبال الإنسان. بمعنى ان احنا بنعمر الأرض، نزرعها ونحط فيها طاقة ونحط فيها بنية تحتية عشان تجذب استثمار، عشان يكون هذه الأرض تضاف إلى الأرض المصرية بمعايير تنموية جديدة وفكر جديد ورؤية جديدة. وبالتالي في هذه الحالة الدولة المصرية عندما أخذت من العبور في 73 إلى التنمية والتنمية في ما بعد 2014، هناك مراحل مختلفة مرت بها سيناء، لأن سيناء في حد ذاتها هي نقطة جوهرية عند كل مصري وعند الإدارة المصرية أيا كان في هذه الحالة. لأن نكسة 67 كانت عدوان على الأرض المصرية أو عدوان على الدولة المصرية ومؤامرة على القيادة المصرية. عدوان على الدولة المصرية لأنها كانت حققت تنمية في عام 66 بمعدل 6%، وكان هناك تقدم كبير ومركز صناعي كبير، وبالتالي تنمية حقيقية في الدولة المصرية، فكان لابد من إجهاض هذه التنمية، وبالتالي كان عدوان 67. مؤامرة على الرئيس نفس المشكلة، بأن قيادة مصر دائما عندما يكون لها قيادة محورية هناك من لا يرى أن تكون هذه القيادة موجودة، فيحدث هناك مؤامرة، ومن هنا كانت 67 تعد مؤامرة و عدوانا. مؤامرة على القيادة وعدوان على الدولة. في نفس الوقت كمان 73 بدأت هنا تحويل الانكسار إلى انتصار وتحويل الهزيمة إلى نصر. فكان لابد في هذه الحالة أن تكون هناك أولويات للدولة المصرية. سيناء معروف كده عندنا أنها عبارة عن نقطة شائكة في الدولة المصرية، اللي هي دايما بتبقى باعتبار انها مجاورة للعدو الاسرائيلي او الدولة الاسرائيلية، وهي الجبهة الشرقية اللي بيجي منها كل اعتداء. بهنا كان لازم الدولة المصرية تحط مجموعة من الاستراتيجيات، وهذه الاستراتيجيات كانت مرتبطة بالتنمية. كيف يمكن ذلك؟ كان هذا من خلال البناء، هو تم على مرحلتين التنمية بعد استرداد الأرض في 73. وبصراحة أنا يعني عجبني قوي العنوان اللي حضرتك قلته، هي مؤامرة على القائد وعدوان على الدولة. بعد نجاحنا في استرداد الأرض، لا ألف سلامة يا فندم، بدأت فكرة التعمير والتنمية على عدة محاور. شفنا المرحلة الأولى وكان في تنمية بشكل معين، ودلوقتي احنا بنتكلم مثلا في آخر 10 سنين تنمية بشكل آخر.
التنميه كانت في الفتره الاولى كانت عباره عن جزر منعزله، بمعنى انها كانت عباره عن مناطق مختلفه، وكان جهود متناثره، وكان خروج من الدوله نتيجه ظروف اقتصاديه، لان بعد الحرب طبعا الدوله طلع من الحرب والحرب الجديده عليها بالظبط. فكان هنا التنميه واخده مجالات معينه زي السياحه زي الاستثمار الزراعي زي غيره، لكن التنميه ما بعد 2014 لها رؤيه تانية، بمعنى ان كان هناك ارهاب، فلابد ان تنتهي قضيه الارهاب الاول والتنميه، وكيف يمكن ان نجذب المواطن السيناوي ليتعامل ويكون نكمل دوره ونقدر نتعامل معه. فهذه التنميه بقى ما بعد 2014 اخذت مجموعه من محاور. المحور الاول وهو محور بناء الانسان. طيب احنا بالمناسبه احنا معانا مداخل مع المهندس ناجي ابراهيم رئيس جهاز تعمير سيناء، بنجهز للمداخله دي، لكن حضرتك هنبدا نتكلم بقى عما تم بعد 2014. 2014 هنا كان الدوله سيناء كان فيها ارهاب كتير، فكان لابد اننا نقضي على الارهاب وفي نفس الوقت تحقق تنميه. استطاعت الدوله خلال السنوات الماضيه انها تقضي على الارهاب، والنهارده لا يوجد ارهاب في ارض سيناء، او تم الاعلان رسميا على نهايه الارهاب في ارض سيناء. لكن التنميه في داخل الارض الارض السيناويه تمت من خلال عده محاور. المحور الاول هذه الارض لابد ان انا اربطها بالدوله من خلال، لان كان في العازل المائي، فهنا تم من خلال انشاء محاور انفاق 6 وفي نفس الوقت كمان كباري 7. الانفاق 6 والكباري 7 هنا عشان يحدث سهوله تدفق المواطن المصري ما بين شطي القناه شرق وغرب القناه، وبالتالي هنا يبدا يكون دي. لان الهدف من تنميه سيناء هو هدف استراتيجي، بمعنى ان التقارير عندنا قالت لنا ان هناك فائض سكاني في الدوله في المعموره اكثر من 50 مليون نسمه، ده في 2004. النهارده عندنا 70 مليون نسمة، إذا في هذه الحالة لابد أن تمتد يد العمران إلى كل مساحة أرض مصر، وده يفسر ليه التنمية راحت سينا، وليه التنمية بتروح الصعيد، وليه التنمية الوادي، وليه في مرسى مطروح، النهارده ده عشان أمتصر فائض السكان. إذا تصبح سينا في هذه الحالة ضرورة قومية، والتنمية فيها ضرورة قومية، بجانب الأمن القومي فهي ضرورة قومية للأمن الاقتصادي. للأمن القومي والأمن الاقتصادي. طيب احنا المداخله جاهزه معانا، اسمح لي نروح للمهندس ناجي ابراهيم رئيس جهاز تعمير سيناء. باشمهندس برحب بحضرتك معانا في التاسعه، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير بالذكرى ال50 لانتصارات اكتوبر. بعد 50 سنه بنتكلم وحضرتك طيب يا فندم، بنتكلم بعد 50 سنه عن تعمير سيناء، وتحديدا الفتره الاخيره اللي هي التنميه بشكل اوسع. تمام يا فندم. التنميه طبعا بشكل اوسع وشكل اعمق، وان القياده السياسيه بقى بتبص لتنميه سيناء لحمايتها، لان تنميه سيناء وتعميرها هي اولويه اولى لحمايه سيناء لملء الفراغ الجغرافي، حتى لا تترك مطمع لاي معتدي غاشم او اي جماعات ارهابيه كانت بتستغل الفراغ الجغرافي. فامتدت لها نظره التنميه كبعد للامن القومي لسيناء، حيث ان دي مدخل مصر طبعا من الناحيه الشرقيه، وطبعا سيناء كلها ارض الخير. امتدت لها التنميه من اول القناه حتى الحدود الشرقيه، من بدايه من عمل الانفاق اللي سبق الست انفاق، وايضا اللي سهلت المرور من والى سيناء، وايضا التنميه اللي في جميع المشروعات سواء تنميه عملاقه من 2014 حتى تاريخه، شهدت سيناء تنميه في جميع المجالات والمرافق والبنيه التحتيه والطرق والكهرباء والاسكان، بفتره يعني اللي اتعمل فيها تجاوز 600 مليار جنيه، وده حاجة لم تتم فيها منذ أكثر من 60 سنة. فسيناء يا فندم على خريطة التنمية والقيادة السياسية بتنظر ليها زي ما قلت لحضرتك، إن تنمية سيناء لحمايتها وتنميتها وتعميرها لتصبح إن شاء الله هي سلة الغذاء، وتصبح نستفيد كل من الثروات المعدنية اللي جواها وموقعها الجغرافي المميز، سواء نستفيد بها سياحيا، سواء نستفيد بها من صناعيا، سواء نستفيد بها من كل الخامات الموجوده فيها والثروات الموجوده فيها اللي تعود على مصر بالخير. يعني سيناء يعني مش هتبقى بس للمواطن السيناوي، للمواطن المصري بوجه عام. سيناء يا فندم للمواطن المصري بوجه عام،
ان لو شفنا المشروعات اللي اتعملت فيها من الطرق العملاقه لمشروعات الكهرباء للتجمعات التنمويه الزراعيه اللي سياده الرئيس افتتح المرحله الاولى منها وتم عملها ب 17 تجمع تنموي سواء في شمال سيناء او وسط سيناء او جنوبها، اللي هي اللي فيها بيت على مساحه 200 متر والبيت مجهز ومشطب وقابل للتعليه دور اخر وخمس افدنه مستصلحه واصل ليها الميه وفيها والتجمع به كل الخدمات المطلوبه من مدارس ووحدات صحيه ومراكز شباب ونوادي كل ده والمحلات التجاريه اللي بحيث تكون وتتمدد لها كل المرافق والخدمات. مجتمع عمراني مجتمع عمراني متكامل ده في شمال سيناء يا باشمهندس مظبوط؟ ده شمال ووسط وجنوب سيناء. تحديدا شمال سيناء بقى لان هو المنطقه دي يعني تعرضت لما تعرضت ليه الفتره اللي فاتت كلها. شمال سيناء ايه اهم المشروعات اللي تمت دلوقتي على ارض الواقع في شمال سيناء؟ شمال سيناء يا فندم زي ما قلت لحضرتك امتدت لها التنميه منذ 2014 كانت القوات المسلحه بتحارب الارهاب وايضا لم تقف عجله التنميه في شمال سيناء فمتعمل فيها شبكات مياه. لو قلنا شمال سيناء لوحديها فيها شبكه مياه تجاوزت المليار جنيه، اتعملت فيها محطات التحليه، فيها محطه عملاقه 300,000 متر مكعب يوم اتعملت في العريش وديت عشان توصل الميه للشيخ زويد ورفح والعريش وايضا الوسط. اشتغلت المرحله الاولى منها في احتفالات اكتوبر السنه دي اللي هي 100,000 متر مكعب وشغالين في المرحلتين التانيين بحيث باذن الله يقضى تماما على مشكله الميه باذن الله. ايضا الطرق العملاقه اللي اتعملت فيها لو بصينا للاسكان فيها الاسكان الاجتماعي، الاسكان التعاوني، الاسكان الاقتصادي، الاسكان البدوي تم نهوه بالكامل. جهاز التعمير يا فندم اللي بشرف ان انا بشتغل فيه جهاز تعمير سينا يا فندم منذ انشئ وكان شغال في المرافق دلوقتي شغال في التنميه المتكامله لاهالي سينا ان شاء الله مكملين. باشمهندس ناجي ابراهيم رئيس جهاز تعمير سينا انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا. هرجع لحضرتك دكتور الشواتفي وكنا بنتكلم قبل المداخله عن الامن القومي والامن الاقتصادي والامن الغذائي. فكانت سيناء في هذه الحاله تعتبر يعني رؤيه الدوله لسيناء هي امن قومي وامن اقتصادي. امن قومي بمعناها حمايه الدوله من اي اعتداء في اي حد او اي حد يقدر تسول له نفسه الاعتداء الدوله المصريه، ومن هنا تاتي فلسفه تعمير سيناء. الفلسفه هنا لازم يكون هناك بناء الانسان اول حاجه، بعد ما ربطت الارض شطري القناه سيناء والوادي ببعضهم بدا هنا لازم تبني الهدف انك تكون تقيم مشروعات وتبني مجتمعات عمرانيه جديده. يبقى لابد ان يكون الخطوه الثانيه هي بناء بنيه تحتيه قويه. البنيه التحتيه القويه دي عباره عن الطرق والكهرباء وكل ادوات التنميه. استطاعت الدوله المصريه انها تبني حوالي 3000 كيلو متر في سيناء. هذا 3000 كيلو متر معنى ذلك ان هناك شبكه قويه من الطرق الموجوده. في نفس الوقت كمان سيناء بيها حوالي 8 مواني. 8 مواني هنا لابد من قوميه ضخمه. 8 مواني هنا ليه؟ لان في هذه الحاله وفق الرؤيه المعاصره ووفق وموقع الاستراتيجي للدوله المصريه فسيناء هنا في هذه الحاله تعتبر عنصر ربط ما بين الدوله المصريه وبين الخليج من ناحيه واوروبا من ناحيه ثانيه. فضلا عن ذلك ان ما تنساش ان هناك منطقه قناه السويس. منطقه قناه السويس هنا بتبقى محور يبقى لابد هنا ننتقل للمحور الثالث وهو بناء الانسان. تم في هذه الحاله بناء 8 جامعات خلال السنوات العشر الماضيه في سيناء زائد اكثر من 120 مدرسه. كل ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان سيناء دايما نقطه عزيزه على كل المصريين. وطبعا انا عارف وقت حضرتك قفز وانتهينا فعايزين نقول هنا ان سيناء دايما في وجدان المصريين وهي رؤية أساسية للدولة المصرية قيادة وشعبا رؤية أساسية للتنمية. نعم. وأعتقد أنها في هذه الفترة تحظى باهتمام الدولة والرئيس ده واضح جداً والشعب من أنا بعتذر جدا لمؤاخذة حضرتك يمكن الفقرة كانت ضيقة لكن أكيد سلطنا الضوء على نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بتنمية وتعمير سيناء بالشكل اللي احنا بنتابعه دايما وبنتابعه النهاردة مع حضرتك مع ضيفنا اللي كان مشرفنا في المداخله. انا بشكر حضرتك جدا سامحني على ضيق الوقت دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي واستاذ الاستثمار. انا بشكر حضراتكم مشاهدينا انتهت حلقتنا وان شاء الله اذا كان فينا لنا عمر نلتقي غدا في حلقه جديده من التاسعه واستكمال لاحتفالاتنا كلنا كمصريين بانتصارات اكتوبر والذكرى ال50 اليوبيل الذهبي وتصبحوا على الف خير.